النهارده احنا معانا بطله كونغ فو اسمها محبوبه هشام. محبوبه قدرت انها تحقق المركز الاول في بطوله الدوري الافريقي، وكمان تاهلت للمشاركه في البطوله الافريقيه وحصدت ذهبيتين في هذه البطوله. معانا دلوقتي على تليفون البطله محبوبه هشام. محبوبه صباح الخير عليكي. صباح الخير. اسمك حلو قوي. شكرا. يعني في الاول كنت فاكره حبيبه لكن طلع محبوبه فاسم جميل قوي. شكرا. الف الف مبروك طبعا، بنبارك لك على التالق الكبير والنجاح اللي انت حققتيه، لكن عايزين نعرف منك طبيعه البطولات اللي انت شاركتي فيها قبل كده والالقاب اللي حصلتيها. شاركت في بطولات كلها كانت جمهوريه، على مستوى الجمهوريه دي اول بطوله دوليه انزلها. عظيم. محبوبه بقالك 14 سنه بتلعبي بطولات جمهوريه محليه، فكره ان انت تبقي اول مره تستعدي لبطوله افريقيه خصوصا في الكونغ فو الجنوبي، دي حاجه مش سهله وحاجه مش متعودين عليها. طبعا. عملتيها ازاي؟ التمارين كانت اصعب كتير، وكان وقت التمارين اكتر، وكانت اصعب بكتير جدا. كنت بتمرن كل يوم عدد ساعات اكتر بكتير. طيب احنا مش عارفين تفاصيل كتير عن الكونغ فو كده، قسميه لنا عشان نعرف بقى انت بتعملي ايه، بتعملي بونزا ولا بتعملي اي نوع من انواع الكونغ فو، بحيث ان احنا نبقى متابعين معاكي كده. هو في كونغ فو فايت، في كونغ فو ووشو اللي هو بيبقى مجموعه حركات بحفظها وبنزل العبها قدام حكم وبيديني سكور، وبينزل المنافسين بتوعي كل لاعب بياخد سكور، واعلى سكور هو اللي بياخد الميداليه الاعلى. يعني ده اللي انت تاهلتي فيه. اوكي. طيب الفايت بقى بيبقى صعب ولا ده اللي صعب؟ هو اكيد كل حاجه فيهم ليها صعوبتها يعني، بس ده صعوبته في ان هو النفس والقدره العضليه كل حاجه تبقى شغاله في نفس الوقت لحد من اول ما ببدا الاسلوب لحد ما بخلصه. طيب احنا الناس بتبقى متخيله ان لما نيجي نشارك في بطولتين ورا بعض او بطولتين في نفس الوقت ده ممكن يشتت، بالعكس اعتقد ان بالذات في الرياضات القتاليه انت التمرين بالنسبه لك واحد، فانت بتنتقلي من مستوى لاخر، اعتقد انها ما كانتش مشكله بالنسبه لك انك تشتركي في بطولتين ورا بعض في نفس الوقت. لا بالعكس، يعني حتى لو كنت متوتره مثلا في بطولتين فاخدت الثقه، لما دخلت البطوله الثانيه بقيت احسن، لحقت اطور في حاجه في التمرينتين اللي كانوا قبل بطوله الافريقيه، فلا بتبقى احسن بكتير طبعا. بدات امتى تلعبي يا محبوب؟ ايه بدات وانا عندي 9 سنين. 9 سنين. حد عندك في البيت مثلا كان بيلعب او حد من قرايبك مثلا فشجعك على الكونغ فو؟ لا لا لا. امال مين اللي شجعك انك تلعبي اللعبه دي؟ مامتي. خبره التتامي وخبره البساط يا محبوبه، لما بنلعب على بساط محلي بيبقى مختلف قوي عما بتلعبي على بساط دولي، مش بتكلم بقى في مواصفات البساط يعني، لكن بتكلم على الاجواء، طريقه التشجيع، عدد الناس اللي موجوده، الناس اللي محوطاكي، فرق معاكي ازاي في البطولات الجديده اللي انت كنت اول مره تدخلي فيها؟ هي بتبقى مختلفه طبعا، يعني انا اول مره انزل بطوله دوليه كنت حاسه ان انا متوتره قوي في الاول، بس اول ما بدات خلاص ان انا هلعب دخلت في ان انا خلاص انا مبسوطه في الموقف ده ولازم هلعب، وتعبت جدا يعني انا موسم كامل تعبت فيه، فكان لازم العب بقى، اللي هو لازم اطلع كل حاجه عندي، لازم اطلع اقصى حاجه عندي واكتر قوه عندي، لان انا لازم اكسب، ما عنديش اوبشن ان انا مش هكسب. برافو عليك. كنت بتدربي كام ساعه بقى في اليوم؟ كان في يوم بنتمرن فيه 3 تمرينات في اليوم، كل تمرينه 2 ساعة. متواصل؟ لا يعني مثلا بتمرن الصبح الساعة 10 وبعدين اتمرن الساعة 12 وبعدين اتمرن الساعة 6، كل تمرينة فيهم 2 ساعة. يعني اليوم كله بيبقى لحساب التدريب. طبعا. انت بتدرسي ايه يا محبوبة؟ تربية رياضية، ثالثة جامعة دلوقتي. تربية رياضية، يعني انت بتدرسي التخصص بتاعك، فالموضوع بالنسبة لك اعتقد هيبقى اسهل. مستنية ايه الفترة الجاية؟ بطولات ايه؟ بطولة الجمهورية بقى ان شاء الله في شهر 10 بأمر الله. هل في بطولات تانية ممكن تشاركي فيها مش محلية؟ إن شاء الله. الفترة اللي جاية في حاجة؟ إن شاء الله في بطولة عالم. هو ده بقى اللي بنتكلم عليه، إحنا خلاص عدينا بقى الجمهورية والبطولات الأفريقية نوصل لبطولة العالم. إن شاء الله. هيكون ليها استعدادات مختلفة يا محبوبة ولا هي نفس الاستعدادات بتاعة البطولة الأفريقية؟ لا طبعًا، ممكن يبقى في معسكر بقى وبتبقى استعدادات تانية وتمارين أكتر طبعًا، الموضوع بيصعب كل ما البطولات الدولية بتقرب. صحيح، ربنا معاكي وان شاء الله تكوني في استضافه صباح الخير يا مصر لما تحصدي ذهبيه كاس العالم او ذهبيه البطوله العالميه. بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا بطله الكونغ فو محبوبه هشام، وبالتوفيق يا رب.